السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هكلمك على شو ثلاث حالات بتعمل لونج اي مش موجودة او محدش بيتكلم عنها كتير. احنا عندنا اربع حالات اساسية للونج اي، وفي ثلاث حالات فرعية بتعمل لي الحالات دي. يعني في كلمات معينة احنا محتاجين الطفل يعرفها. الحصة دي كانت من كورس الفونكس رقم 14، بنعرف الطفل فيها قراءة الكلمات الصحيحة او النطق الصح عشان يكون مهيئ لمنهج جديد. تمام. منها حاجه اسمها ستارت اي. يعني ايه ستارت اي؟ في كلمات معينه الحرف الاي في اول الكلمه بنطقه اي مش ا، زي كلمه ايه، ابريل، انجل، ملاك، الين، كائن فضائي، ايرابيك، الماده اللغه العربيه اسمها ايرابيك مش ارابيك، ايرابيك، زي كلمه ايبل، زي كلمه انجري، غضبان اسمها انجري مش انجري، زي كلمه انشنت. السي اي اي هنا بتعمل شا، انشنت. كمان من الحالات دي الاي اي، الكلمات دي بس بتعمل لونج اي، زي كلمه جريت، عظيم، ما اسمهاش جريت، جريت، زي كلمه بير، زي كلمه بير، بير يعني دب وبير يعني كمثره. ويبن سلاح، والاو هنا ما بنطقهاش، ويبن او بنطقها شورت اي، ويبن، زي كلمه بيرر اللي هو حامل الرساله. كمان الاي واي في كلمات معينه بتعمل لي لونج اي، الاي واي، زي كلمه ذي، هنا الاي واي بتعمل اي، ذي، زي كلمه جراي يعني رمادي، زي كلمة obey يطيع، زي كلمة survey يعني استبيان، زي كلمة pray يعني فريسة. خد بالك التلات حالات دول، لأن كله بيقول جريت وبير وإيب وأبريل وإنجل وأليان أو إليان أو أرابيك، لا أنت اللي هنا لونج إيه. هنا جمل عليهم: The rain will make Hannah late. The rain will make Hannah late. Jane baked the cake for his pet. Snakes chase rats. I was born in April. I like Arabic. She has a great job. She has a great job. She complained about her weight, but she ate the cake anyway. Way. ال E I G H بتعمل لونج A هنا، وال A Y بتعمل لونج A. ده كان من كورس الفونكس رقم 14. إن شاء الله في كورس بإذن الله هيبتدي بعد رمضان، بعد رمضان و10 أيام العيد أجازة، وكمان امتحانات رابعه وخمسه، هنبدا على طول الكورس ان شاء الله. الحجز شغال دلوقتي باذن الله تعالى، هنعرف كل الحالات اللي زي دي واللي غيرها، واللي تخلينا نعرف نقرا والكلمات والجمل والقصص في المنهج الجديد، لان المنهج الجديد معروف ان هو كل درس فيه قصه ورا، ابتداء من ثالثه الرابعه الخامسه كل درس فيه قصه ورا. الكورس ان شاء الله هيبدا بعد اجازه العيد، وهنشتغل فيه على خمس مستويات، كل قواعد القراءه والكتابه اللي تهيئ الطفل للمنهج الجديد. ابعت رساله على رسائل الصفحه او واتس على الرقم ده عشان اعرفك في التفاصيل، وناخد الخمس مستويات ونهيئ الولد ليه او البنت، او لو انت معلم او معلمه وحابب تطور من نفسك وحاول تشتغل بالطريقه دي عشان تلاقي نتائج وده الصح، ابعت رساله واقول لك كل التفاصيل. والسلام.